نستخدم الأدوات نرسم رسمة حلوة. دلوقتي هنرسم شجرة، تدوس المستطيل، بعدين تدوس الغيمم لكنها غيمة يعني، وبعدين نسيب، بعدين نستخدم المساحة، بعدين نكبرها حبة أو ممكن نمسح بيها كده، نمسح الحاجات الزيادة لازم نمسحهم عشان تبقى كأنها شجرة حقيقية. بعدين نجيب الألوان، نروح عند التعبئة، بعدين ندوس اللون الأخضر، بعدين نلون الأوراق، بعدين نروح اللون البني، بعدين على الخشبة اللي ماسكة الأوراق، بعدين تجيب دائرة وترسم شمس بس مش باللون البني، وهي على اي وهي فيها المربع ده، تروح على الالوان، بعدين تجيبها برتقالي. التعبئه تجيبه عشان يعبي الشمس باللون الاصفر، نضغط عليه، بعدين نجيب اللي هو سلكت، بعدين ننقلها في المكان اللي انت عايزه، مثلا ننقلها هنا، مثلا نرسم نجوم مثلا باللون الأحمر مثلا، ما عرفش ايه النجوم الموجودة والشمس موجودة بس ما فيش مشكلة، بس نرسم مثلا، نرسم بقى نجوم حمراء، بعدين نجيب السحاب ونرسم، نرسم بس باللون الأبيض، نمسح أدي مسح، بعدين ممكن ندوس على السلك ونختار الغيمة اللي عملناها ونضغط كليك يمين وناخد كوبي أو بالعربي نسخ، ونضغط تاني يمين وندوس بيست أو بالعربي لصق، وتودي النجمة اللي استحبها في الشكل دي. نرسم بقى للشمس عيون، الخط المنحني نرسم خط مستقيم، بعدين نمسكه من النص ونشده لتحت، بقى بق بيضحك، وممكن نعبي العين باللون الأبيض، ونرسم كمان شرطة للبق، شرطة عشان تبقى مبتسمة. ممكن نعمل أشعة الشمس باللون البرتقالي، نلون السماء باللون السماوي، هناخد الخط أول خالص لحد الشجر، بعدين نكمل برضه باللون السماوي، ونعمل التعبئة باللون الأزرق باللون السماوي، ونرسم بيت، ندوس اللي هو اللي تحت المثلث، وبعدين وتجيب المربع كنترول زد عشان لازم يكون الشروط عاملة مستقيمة جدا من نصها لنصها، نرسم باللون الأسود زي الطبيعة، ونجيب الدائرة، وتعبوا اللي تحت الشرطة باللون الأبيض كده جميلة، وبرضو نعبيها بقى باللون الأحمر، نعبي ده باللون برتقالي، نجيب اللون الأحمر من جنب البرتقالي. يا رب الرسمة بتاعتي تكون عجبتكم، لحد ما الحظر ينتهي وكورونا يروح بإذن الله، بعدين نصور برا البيت. باي باي.